ولكن ينضم إلينا الآن رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة دكتور أحمد الشيدة. مساء الخير دكتور أحمد، وأهلا بك معنا في صوت المملكة. نتحدث عن حرائق الغابات وشكل التعاون اليوم بين الجهات المعنية لمنع حدوث هذه الحرائق وأيضا تطوير المناطق التي حرقت بشكل أو بآخر. أبدأ معك بسؤال عن شكل التعاون اليوم بين وزارة الزراعة والبيئة وكل الجهات المعنية، كيف تقرأه كمحلل وكخبير بيئي؟ أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، أشكر تلفزيون المملكة لأتاح لي الفرصة اليوم للحديث عن هذا الموضوع الهام في ظل التغيرات المناخية، كما أرحب بالزميل بلال والزميل لورنس. الحقيقة أنا بدي أبدأ من حيث الإحصائيات اللي تقدمت فيها زميلي أريج في بداية البرنامج، وأقول أنه الغطاء الغابي في الأردن أقل من 1% وليس 3%، وعماله بتراجع هذا الغطاء بسبب عوامل. هذه الأرقام حسب دائرة الإحصاءات العامة يعني للتأكيد. صحيح، بس نعم بس الحقيقة أنه الغطاء النباتي الغطاء الغابي بالأردن بشقيه سواء كان التحريج الصناعي أو الحراج الطبيعي أقل من 1% بآخر الدراسات اللي انعملت. طبعا هذا مؤشر خطير بيعطينا أنه في الغطاء الغابي بتراجع بصورة مستمرة بسبب عوامل مختلفة. الحقيقة احنا في موضوع التغير المناخي والاحتباس الحراري وموضوع الغابات وحرائق الغابات، أنا كمان بدي أخالف الزملاء وأقول أنه 90% من حرائق الغابات بالأردن مفتعل. في 10% أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، منها عقائب السجائر أو الحرائق أو الشواء أو التنزه ترك النار، أما 90% منها بسبب هي حقيقة مفتعلة، وهذا كلام واضح. وبدي أعطي دليل علمي على أنه هاي الحرائق مفتعلة. غالبا الغابة بيكون درجة الحرارة فيها أقل من المناطق الثانية باثنين إلى ثلاثة درجة، وغالبا بيكون فيها رطوبة، فلا يعقل أنه ارتفاع درجات الحرارة، ولحد الآن ما وصلت درجة الحرارة بالأردن 52 في منطقة عجلوم في الصفصافة أو وادي الشامية تصير 52 حتى يكون في هناك حرائق بفعل الطبيعة أو بفعل عوامل ثانية، كلها مفتعلة. اللي بدي أحكي أنا بهذا الخصوص بدي أقول أنه أكبر صديق للغابة هو جارها، وليس الإنسان اللي عايشه بالغابة، يأكل من الغابة، يستلزق من الغابة، فهو صديق للغابة. اللي أنا بدي أحكيه بهذا المجال أنه عملية الحماية للغابات بالأردن لم تعد الناحية البشرية تجدي نفعاً، يعني سواء كانوا من خلال الطوافين أو من خلال الأبراج، لأن الأبراج بتكون عبارة اللي بيراقب بالأبراج بيكون نظره عمودي ما يرى الكثير. فإحنا الآن بحقيقة بعصر الذكاء الاصطناعي يجب أن نستخدم تكنولوجيا الفضاء في مراقبة الغابات، ومن هذا أهم شيء بالموضوع نستخدم الطيارات المسيرة درون اللي فيها حساسات مختلفة، ونستخدم كمان كاميرات على الأبراج تعطي 50 إلى 60 كيلومتر بحيث أنها تكشف بصورة عمودية وأفقية. وهنا بدي أدخل بموضوع الشيء اسمه الريموت سينسينج اللي هي الاستشعار عن بعد. هذا الاستشعار عن بعد لو طبقناه مع الذكاء الاصطناعي أي حريق بالغابة حتى بالبدايته بيعطي للأقمار الصناعية سيجنال، والسيجنال هذا من خلال التطبيق على الخلوي بيجي للطواف أو لمديرية الزراعة أو مديرية الأمن العام دائرة الحراج أو وزارة الزراعة أنه في حريق بالمحل الفلاني، فهم ممكن أنهم يستعجلوا بهذا الموضوع وينهي الموضوع. لكن اللي بدي أقوله أنا كابن لواء الكورة وساكن بغابة برقش وبعرف شو مشاكل الغابة، الحقيقة كل إخواننا المواطنين بيطالبوا أنه يكون في هناك طرق بالغابات من أجل إدخال إطفائيات الدفاع المدني مشكورة، ونوجه تحية لرجال الدفاع المدني لمديرية الحراج. لكن الحقيقة أنا أصبحت ضد عملية فتح الطرق بالمناطق الحرجية، لأنها بعد فترة تتناول فيها آلاف الأطنان من المخلفات المتنزهين. شكرا جزيلا دكتور، يعني على الكم الهائل من المعلومات في أقل من دقيقة وثلاث دقائق. دكتور أحمد عشان ما نتأخر عليه أكثر، بدي أسأل دكتور أحمد عن خطورة تقلص الغطاء النباتي في الأردن. نعلم بأنه اليوم الغطاء النباتي الحرجي، صحيح الحرجي، هو بما يقارب 1 إلى أقل من 1%، وهي نسبة خطيرة إلى حد ما على الرغم من كل الإجراءات والجهود بالتحريج وبزيادة هاي الرقعة، لكن إذا ما تم النظر إلى الأرقام العالمية الغطاء النباتي في أي دولة في العالم لا يجوز أن يقل عن 6%. هل الأردن اليوم جاهز وبوزاراته وبمؤسساته الرسمية أن يصل إلى هذا الرقم في عام أو عامين أو ثلاثة أعوام قادمة؟ شكراً ريج، هذا سؤال كثير مهم.
بس انا بدي اعقب على المهندس بلال والمهندس لورنس بموضوع موضوعين اثنين بسيطه قبل ما اجاوبك على هذا السؤال. الحقيقه انه فتح الطرق بالغابات له نواحي ايجابيه ونواحي سلبيه، لكن الحقيقه احنا في بالاردن بنواجه مشكله اللي هي هذول الحطابين بيستخدموا ما يسمى بالمنشار الصامت. الحقيقه انا بدعو الحكومه الى عدم بيع المناشير الصامته، لان هاي بتسهل عمليه بالنهار التعدي على الثروه الحرجيه. اما بالنسبه للسياحه البيئيه وهي سياحه مستدامه، يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان البيئه يجب ان لا تتحمل اكثر من طاقتها. الحقيقه بهذا المجال انا كعندي جمعيه مؤسس مجتمع مدني الي وجهه نظر بعمليه التحريج اللي بتقوم بها وزاره الزراعه مشكوره ومديريه الحراج بشكل خاص. الحقيقه احنا لازم بعالم الذكاء الاصطناعي لازم ننتقل نصير نفكر خارج الصندوق، يعني بمعنى اخر احنا الان بدنا نزرع اشجار بدل الاشجار التي تم قطعها او حرقها او الاستفاده منها باي طريقه ثانيه. الان اي بسبب التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري وتراجع معدلات سقوط الامطار وتذبذب الامطار، اصبح اذا بدنا نعمل اي غابه جديده صناعيه يجب ان نروي هذه الغابه لمده 4 سنوات متواصله. هذا ليس كافيا، كمان لازم نوفر الحمايه. الحمايه لها درجتين، اول شيء شيك وهذا احد الاجزاء، ثانيا المراقبه البشريه، لانه هناك في رعي جائر للبادرات، البادره ما بتقدر تحمي حالها الا لما يصير عمرها 4 سنوات. الموضوع اللي بدي ادخل فيه بموضوع اللي هو كيف، يعني انا بصراحه بدي اوجه نداء لوزاره وزاره الزراعه ولوزاره البيئه انه احنا ما بدنا كمان نحرج، احنا بدنا نحافظ على هالاقل من 1% اللي تتراجع. لكن احنا لاحظنا خلال سنوات الستينات والسبعينات الاخوان في وزاره الزراعه مديريه الحراج ادخلوا انواع من الاشجار الغريبه والغازيه مثل الاكاسيا اللوسينيانا والسلم. هذه الاشجار الحرجيه التي تم ادخالها في الستينات والسبعينات الماضي، اخواني المختصين في موضوع الزراعه يعرفوا انها يعني لها اثار بثر بيئي سيء، سواء كانت على المياه الجوفيه او عن الثروه الحيوانيه او التنزل. طب هاي الملاحظات اللي تتحدث فيها يا دكتور، هل وزاره الزراعه على يعني بدي اتحدث بس عن الاعوام القليله الماضيه، اخر 3 4 سنوات، نعم. الم يعني تشاهد كمراقب بيئي وكخبير بيئي اليوم بانه وزاره الزراعه الى حد ما يعني تحاول ان تراعي كل هذه الاجراءات وتحاول يعني ان تدير حرائق الغابات وتكثيف الثروه الحرجيه وزياده الرقعه الخضراء بافضل ما يمكن من اجراءات هي تملكها الان الان وليس في الستينات والسبعينات؟ انا بدي احكي كابن لواء الكوره وابن غابه برقش. الحقيقه وزاره الزراعه مشكوره قامت بعمليتين تحريجيين في لواء الكوره، واحد عند سد زقلاب وهي بعتبرها من المشاريع الناجحه، واحد في منطقه قرن صرب طبا غرب بلده كفر عوان. بس انا بدعو الى انه يتم سقايه هذه البادرات لمده 4 سنوات، لانه كميات الامطار اللي بتسقط صارت قليله. ايضا الحمايه يجب وضع شيك لانه في رعي جائر وفي ناس عابثين، هذا اهم شيء حتى انها تستمر. احنا ما بدنا نزرع ونصور ونمشي، لا احنا بدنا نزرع بشكل مستدام. وبصراحه عندهم جهود طيبه الان الاخوان بوزاره الزراعه ووزاره البيئه بدوا يدخلوا التكنولوجيا المتطوره في عمليه الحمايه. احنا نسعى جميعا كمؤسسات مجتمع مدني، ان زمان كنا نقول اردن اخضر عام 2000، الان احنا ان شاء الله نصل الى 6% من خلال نزرع المزيد من الغابات بالمناطق. طيب يا دكتور انا سالتك سؤال مرتبط بزياده الغطاء النباتي في الاردن ليزيد ويصل الى النسبه العالميه اللي المفروض يكون عليها اللي هي لا تقل عن 6%. اليوم الاردن قادر على هذا الشيء؟ لديك موقع ويب رائع؟ دعنا نساعد عملائك للوصول له. استضافه جودادي سريعه لا الحقيقه ممكن قادر، بس يجب أن يتضافر جهود الوزارات والمؤسسات العامة والجمعيات التطوعية. هنا كمان بدنا نقول عن الشركات المساهمة المحدودة اللي دائما تتحدث عن المسؤولية المجتمعية، أن يكون لها دور وأن تساهم، ولا أن تبقى تعطينا أفكار وتنظر علينا، لازم أنها تشارك بهذا الموضوع، لأنه عملية التحريج أو عملية استزراع الغابات تتطلب جهد ووقت ومال.
اما لا تتطلب كلام وتنظير وهذا كلياته بطير بالهواء. احنا بحاجه لاجراءات عمليه. نعم. يجب احنا كلياتنا نجلس ونعمل عصف ذهني ونحط خارطه طريق واضحه المعالم استراتيجيه للاعوام العشرة القادمه تكون واضحه وقابله للتطبيق، اما ليست استراتيجيه نظريه. شكرا دكتور، اسمح لي انقل هذه الاضاءات ل باختصار سريع. انا اللي بدي احكي بهذا المجال انه الحقيقه يجب التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني العامله في الميدان. لا يمكن اي عمل جهد تقوم في الحكومه ينجح في المناطق الريفيه والمناطق الزراعيه والمناطق الغابويه الا بوجود شريك فاعل، وهذه الشريك الفاعل صحيح حقيقه الجمعيات، الانديه، الجامعات لها دور كبير بالموضوع. وهم بدخل موضوع التشبيك، يعني هم لازم يكونوا شركاء في عمليات التخطيط والتنفيذ والاستدامة. الاستدامة نعم. كثير ضرورية مهمة، يجب أن نعمل جلسة عصف ذهني ونضع خارطة الطريق حتى إحنا نحقق 6% من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية المزروعة بالغابات، وهذا لا يتأتى طبعا إلا بوجود خطة فاعلة وتوجه حقيقي للمشاركة الفاعلة من خلال مؤسسات المجتمع المدني. ولا بد هم بدي اوجه كلمه انه المؤسسات والشركات والبنوك الربحيه اللي دائما تتغنى بموضوع المسؤوليه المجتمعيه ان يكون لها دور فاعل في دعم المجتمعات المحليه بشكل خاص والجمعيات النفع العام التي تعمل في مجال حمايه البيئه والتنميه المستدامه. اشكر وجودك معنا رئيس جمعيه التنميه الانسان والبيئه دكتور احمد الشريده، شكرا جزيلا لك. مدير مديريه حمايه الطبيعه في وزاره البيئه مهندس بلال اقتشات، شكرا جزيلا لك. وايضا ناطق باسم وزاره الزراعه لورنس المجالي ضيفنا المستمر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا. غاباتنا هي ثروه وطنيه، ثروه حرجيه، هي ليست لي وليست لي فلان وليست لي اي شخص اخر، هي لنا جميعا، هي استمرار وامتداد للمملكه بشكل او باخر. نتمنى فعلا يعني ان يتم الحفاظ عليها بافضل شكل ممكن. شكرا لطيب المتابعه، الى اللقاء.